اللي بيرحم الجماد ده ما يرحمش النبات، لا يرحم. اذا كان رحم اللي هو الجماد اللي لو دقيت فيه مسمار هو ما بيتأثرش يعني، لكن هو رحمه يرحم النبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءتك الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. رحمة كده. ويقول إنه إذا زرعنا زرع لا تأكل منه طير ولا دابة إلا كان لك به أجر. كان عندنا هنا واحد كان اسمه محمد أبو الدهب، بنى مسجد قدام الأزهر، لسه موجود دلوقتي قدام الأزهر كده. فتبص كده فوق تلاقي المنارة بتاعته أربع صوامع غلة، أربع الصومعة دي أو يسموها إيه، زي الزير كده، كان يملاها قمح علشان الحمام واليمام والعصافير والجنزورة والبتاع تاكل منها. قال يا اخوانا، وعامل لها وقفية. اللي بيرحم النبات بالشكل ده ما يرحمش الحيوان؟ احنا عندنا قصة كده، قصة كبيرة حوالين دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. النار، النار فين الرحمة؟ وبالمقابل أن امرأة من بني إسرائيل بغي، بغي يعني عصية وعاملة كبيرة، طيب كبيرة من الكبائر، دخلت الجنة في كلب وجدته عطشان فسقته، لغاية ما قالوا له: يا رسول الله، ألنا في البهائم صدقة؟ قال: في كل ذات كبد رطب صدقة.